السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الجميع يكون طيب أو بخير. We will start our educational computer tomography series with the first video here titled The Basic Principles of CT Scan. هندسة أو فيزياء CT ممكن يكون طويل شوي ومعقد نفس الرنين، لكن اللي بأشرحه هنا هو موجه بس لطلاب وطالبات تقنية الأشعة. بأحاول إن شاء الله أشرح أساسيات السي تي بشكل بسيط واللي مهم نعرفه ونفهمه. The main objective that we will cover during this video are the differences between radiography and CT scan, the beam attenuation and the Hounsfield unit أو CT numbers، وكيف ممكن نقدر نطلعها معادلة جدا بسيطة. أولا، إيش الفرق بين الإكس-راي والسي تي؟ مثلا لو نبي نشوف صورة تشست اكس راي راح نشوف في تداخل بين التيشوز او نسميه سوبر امبوزيشن. يعني انا لما ابي اشوف السباين بصورة تشست اكس راي راح اشوف من خلال السترنم الهارت، بعدين راح اشوف الشادو تبع السباين، فعندي تداخل بين التيشوز. ممكن يجي احد يقول اللاترال تقلل من السوبر امبوزيشن، نقول صح لكن بشكل محدود. لما نجي للسي تي، المين ادفانتجز اوف سي تي سكان اوفر كونفشنال راديوغرافي قللت او نقدر نقول تغلبت على سوبر امبوزد ستراكشرز، لان السي تي ياخذ على سكشنز او سلايسز، بالتالي راح نقدر نشوف سباين لوحده وسترنم لوحدها الى اخره. نجي للشيء الآخر واللي كلنا نعرفه، إن السي تي والإكس راي يستخدمون إكس راي سورس أو الإكس راي تيوب، لكن الفرق إنه بالسي تي الإكس راي تيوب يدور حول المريض ويصوره at different angles، وطبعا باستخدام الكمبيوتر بروسيسنج راح نحصل بالنهاية على cross sectional images. السي تي images هي عبارة عن shades of grey، يعني تدرج رمادي ما بين الأسود والأبيض. طيب السؤال، كيف يطلع لنا shades of grayness ويعتمد على ايش بالضبط؟ خلونا نمشي خطوة بخطوة. اولا احنا نعرف ان الاكس راي اللي ينتجها جهاز الاشعة المقطعية هي عبارة عن فوتونات، تمام؟ these photons may pass through the structure وتوصل للديتكتور، او يصير لها scattered او يصير لها absorbed بجسم البيشنت، تمام؟ طيب كمية الإشعاع اللي اخترق الجسم هي اللي تحدد التدرج الرمادي على الإيمجز. بمعنى لما تمر فوتونات الأشعة خلال ستركتشر معين وتوصل للديتكتور راح يتم تمثيلها باللون الأسود، ويكون هذا ستركتشر عند low attenuation. والعكس صحيح، لما يزيد امتصاص الفوتونز في ستركتشر معين مثلا البونز راح تتمثل باللون الأبيض، والستركتر اللي عنده القدرة انه يمتص جزء كبير من الاكس راي بيم معناه انه عنده هاي اتنويشن. هذا يعني انه لما نجي نعرف الاتنويشن نقدر نقول انه the degree to which an x ray beam is reduced by an object. بمعنى الاكس راي بيم لما يضعف او يقل بعد اختراق المريض، هذا هو تعريف الاتنويشن باختصار. اختراق الاكس راي بيم لجسم الانسان يعتمد على ثلاث اشياء اللي هي الثيكنس الدنسيتي والاتوميك نمبر تبع الاوبجكت. عشان نفهم كيف هذه العوامل الثلاث بتاثر لي على الديجري اوف بيم اتنويشن، تخيلوا معي في صوره A لما يمر فوتون من خلال اوبجكت او ستراكشر معين، كل ما زاد عدد الاتومز في مسار هذا الفوتون، طبعاً keep it in your mind إنه كل ما زاد عدد الأتومز راح يزيد سمك الجسم وكثافته الثيكنس والدنسيتي، تمام؟ طيب نرجع، كل ما زاد عدد الأتومز في مسار هذا الفوتون كل ما قلت الأشعة السينية المخترقة، يعني ممكن ما توصل للديتكتور، تمام؟ ونفس الشيء مع الأتوميك نمبر، يعني كل ما زاد الأتوميك نمبر اللي هو كل ما زاد عدد الإلكترونات والبروتونات في كل ذرة قلت قدرة الأشعة السينية على الاختراق، بالتالي راح يزيد الأبزوربشن، وراح نقول هذا التيشو إنه عنده هاي اتنويشن. مثال عندنا البونز، والعكس بالضبط بصورة بي،
كل ما قل الاتوميك نمبر الثيكنس والدنسيتي تبع الاوبجكت فالفوتونز راح تخترق جسم المريض بكل سهولة وتوصل للديتكتور، بالتالي التيشو راح يكون عند اللو اتنويشن. طيب مراجع سريع للكلام، مثلا لو اخذنا سلايس، هذه سلايس قسمناها الى بوكسز، كل بوكسل مثلا في تيشو معين او مجموعة معينة من التيشوز، فوليوم اوف تيشوز. طيب وبعدين هذه التيشوز راح تعمل اتنويشن بدرجة معينة للاكس راي اللي ماشية فيهم، تمام؟ احنا راح ناخذ الافرج اتنويشن ونمثله على هيئة شيدز اوف جرينس، تمام؟ طيب هنا عندنا لينير اتنويشن كوفيشنتس التيشوز مختلفة، طبعا هم حاسبينها بمعادل معينة ما راح نتطرق لها حاليا، لكن المهم لنا انه نعرف انه كل تيشو بجسم الانسان عنده اتنويشن مختلف عن الثاني. مثلا البونز عندها هاي اتنويشن او هاي لينير اتنويشن كوفيشنتس، مما يسمح لعدد اقل من الفوتونز انها توصل للديتكتور، عكس اللنجز مثلا عندها low attenuation coefficients لأن الأير عند low density أو كثافة قليلة، بالتالي ما رح يسوي attenuation للإكس راي بيم اللي مر فيه، تمام؟ فراح يكون عندي عدد كبير من الفوتونز رح توصل للديتكتور وبيتمثل بصورة كلون أسود. طيب في الحقيقة السي تي ما يسوي زي كذا بالضبط، يعني ما يحسب الاتنويشن ودايركتلي يعطي لون، لا هو أول شيء يحسب الاتنويشن للتيشو الموجود بالفوكسل، أوكي؟ بعدها يطرح منها الاتنويشن تبع الوتر ويقسمه على الاتنويشن تبع الوتر ويضربه في 1000، فبالنهاية نحصل على الهاونسفيلد يونتس أو السي تي نمبر. وفي نقطة مهمة لازم نعرفها انه سي تي نمبر ما يساوي ابدا الاتنويشن كوفيشنت، هو فقط يعتمد عليه، تمام؟ طيب هنا مثال عشان توضح الصورة اكثر. الحين انا مثلا عندي فوكسل موجود في تيشو وليكن لنج، واللنج عبارة عن اير، صح؟ طيب نجيب الاتنويشن تبع الاير من الجدول، يعني الاير يعمل اتنويشن تقريبا بمقدار زيرو. طيب نجيبها ثم نطرحها من الاتنويشن كوفيشنت تبع الووتر اللي هو تقريبا يساوي 0.18، ونقسمهم على الاتنويشن كوفيشنت تبع الووتر اللي هو 0.18، اضربهم في 1000 يعطيني تقريبا سالب 1000، بالتالي هذا الفوكسل ما يعرض لنا الاتنويشن كوفيشنت، لا هو يسوي هالمعادلة ويطرح من الووتر إلى آخره وبالنهاية يطلع لنا سي تي نمبر. يعني كل فوكسل يحتوي على سي تي نمبر أو هاونسفيلد يونتس، تمام؟ طيب هنا مثلا لو ناخذ لو نبي نحسب السي تي نمبر للدنس بون، راح ناخذ الاتنويشن كوفيشنت تبع البون ونطرحه من الاتنويشن كوفيشنت تبع الووتر، تقسيم الاتنويشن كوفيشنت للووتر ضرب 1000 راح يعطيني تقريبا 1200، البونز غالبا من موجب 1000 وفوق. طيب هذا الجدول يوضح لنا السي تي نمبر لكل تيشو الابيرنس تبعه. نلاحظ ان الرينج ما بين بوزيتيف 1000 وماينس 1000، ولاحظ بعد ان الاير عنده اقل سي تي نمبر ماينس 1000، هذا يعني نفس ما شرحنا اول انه الاير هو اقل شيء يعمل اتنويشن الاكس راي، والبون عنده سي تي نمبر عالي بمعنى انه العظم يعمل اتنويشن عالي للاكس راي اللي مر فيه، والتيشوز اللي بينهم عبارة عن درجات من الجرينس. وبس، ثانك يو.